القوي ياخد رميتين واستحواذ، استحواذ يعني كرة برضه تروح لنادي الزمالك، ومع الكرة لهشام خليل بيلف الكرة ويخش على الباسكت، بيلف الثاني بياخدها منه شريف العطار لياسر عبد الوهاب تحت الباسكت، ياسر تحت الباسكت، ياسر عبد الوهاب تحت الباسكت، ويفوز نادي الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الخامسة بعد أن تغلب في المباراة النهائية على نادي الاتحاد 101-92 101-92 قبولات وتهاني من الفريق، وحق جماهير نادي الزمالك انها تحتفل بأبطالها، من حقها انها تحتفل بأبطالها. الموسيقى العسكرية بتعزف بتقدم الفريق لاستلام كأس